تهل عناوين اليوم بملف العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وعنوان من جريدة الدستور: شراكة استراتيجية، الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان تعزيز التعاون. عنوان آخر من جريدة اليوم السابع: برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي. يعني في رأي حضرتك، يعني كيف سيساهم المجلس في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وما هي الأثار المتوقعة من هذه الشراكة على المنطقة؟ خلينا نقول أن دي زيارة مهمة في توقيت بالغ الأهمية، وكان بالأمس استقبال الرئيس السيسي للأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة، ثم اصطحبه إلى قصر الاتحادية حيث شهد يعني التوقيع على تدشين مجلس التنسيق المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان. هذا المجلس سيدفع ويعمق أفاق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. ستكون هناك يعني اجتماعات دورية لهذا المجلس، وبمتابعة شخصية من الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وسيتم الاجتماع في البلدين الشقيقين عبر المسؤولين في المجالات المختلفة. التنسيق بين مصر والسعودية مهم جدا في هذه المرحلة، خصوصا ان احنا بنتكلم عن تنسيق على اعلى مستوى في كافة المجالات. هناك تحديات اقليمية عديدة تفرض نفسها، مما يتطلب ان دولتين محوريتين ومهمتين في هذه المنطقة ان تكون هناك شراكة ومجلس اعلى بهذا الشكل. الاستثمارات السعودية في مصر بلغت حوالي 2.5 مليار دولار، وهناك تطلع للمزيد من التعاون وزيادة هذه الاستثمارات. فهي زيارة مهمة بكل المقاييس، سبقتها زيارات أخرى، وتابعنا جميعا زيارة رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية والاستثمارات الضخمة التي دشنت وستدشن في القريب العاجل أيضا. مكملين مع حضرتك في نفس الخبر، وعنوان من جريدة الأخبار: مجلس أعلى للتنسيق المصري والسعودي، الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان ضرورة وقف سياسة حافت الهوية بالمنطقة. وعنوان آخر من جريدة الوطن: مصر والسعودية تتفقان على خطورة الوضع الإقليمي وتطالبان بوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة. كيف تابعت استقبال الرئيس السيسي وولي العهد السعودي بالأمس والتحذير من خطورة الأوضاع في المنطقة؟ يعني المباحثات، كانت هناك مباحثات ثنائية بين الرئيس وولي العهد السعودي، ثم بعد ذلك كانت مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. هناك تحذيرات من تصفية القضية الفلسطينية، وأن هذا سيؤدي إلى مزيد من توسع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. كانت هناك ملفات حاضرة بقوة على مائدة المباحثات: الوضع في غزة وفي لبنان وأيضا في البحر الأحمر، وما يشهده من تحديات عديدة ستطال جميع دول العالم. التحذيرات كانت تحذيرات مهمة، ويؤكد على التوافق بين القيادة المصرية والقيادة السعودية للتعامل مع هذه التداعيات وهذه التحديات التي يعني تعرقل مسار التنمية وتهدد أمن واستقرار المنطقة. التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة ولبنان، وهذا يعني دور مهم للدولة المصرية والمملكة العربية السعودية في دعم بذلك. وشوفنا قد إيه إن كان هناك إشادات بالجهود المصرية لصالح هذه القضية.